طيب طبعا احنا يعني ايا كانت الاسباب والخلفيات أكيد. بس احنا الى حد ما حطينا نفسنا في وضع ما كناش نفضل قوي ان احنا نكون فيه، يعني كنا حابين اكيد ان يبقى كيس مختلفه كتير عن اللي احنا بنتكلم عليه. احنا دلوقتي الامر الواقع اللي احنا عايشينه ان احنا عندنا ماتشين والاثنين اهم من بعض. بطبيعه الحال البدايه هتكون مع المريخ، وبرضو اكيد اللقاء مش هيكون بالسهوله اللي البعض ممكن يتخيلها، بدليل ان اللقاء الاولاني اللي احنا فوزنا فيه 3-2 والى حد ما بصعوبه، ده برضو ايه ما يطمنكش قوي على اللي جاي، لان في ناس عارفه ان النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي وبالذات لما يكونوا محطوطين تحت ضغط لا بيولعوا الدنيا اكيد، بس ما في برضو مساحه لاي ضربات قدريه غير متوقعه. فانت شخصيا شايف اللي جاي عموما عامل ازاي، وبصفه خاصه نقطه البدايه بالنسبه لنا حاليا هي مباراه المريخ، شايفها هتبقى ماشيه ازاي؟ اكيد طبعا كل الامور وارده في كره القدم. انت لعيبه النادي الاهلي او فرقه النادي الاهلي هي اللي حاطت نفسها في الموقف ده، بس اتحطينا في موقف زي دي كتير قبل كده. خبرات لعيبه النادي الاهلي خارجه قادره انها تخرج بره القصه دي خالص بالفوز من البطولتين الجايين، بتلاعب فرقتين من دوله السودان، محترمي طبعا دوله السودان. انا الموسم اللي قبل اللي فات كنت ماسك مدرب الهلال السوداني تمام مع كابتن حمد صدقي، وكنا بنلعب في مجموعه برضو النادي الاهلي. كانت الفرقه كانت جيده جدا. فرقه الهلال السنه دي مختلفه، انا شايف ان هي مش على قد المستوى المطلوب. المريخ افضل وده اللي بان في المباراه اللي كانت بتلعبنا هنا. مظبوط. بس برضو لو تفتكر احنا كنا كاسبين 2-0 والماتش كان عادي جدا، بس احنا الثقه الزياده هي اللي دخلت بالظبط، حصل تراخي نتج عنه الهدفين دول بالظبط كده. في حاجه تانية برضو، كان خط دفاع النادي الاهلي كان انا شايف ان محمد عبد المنعم ورامي ربيعه، انا شايف ان الاثنين كان اول مره يلعبوا مع بعض، كان في بعض الاخطاء بتحصل من النقطه دي. لكن انا شايف بعد عوده ايمن اشرف، عوده ياسر محمد عبد المنعم، عندك من المساحه ان انت تقدر تشتغل وتختار اللعيبه اللي تكون مميزه في المباراه ان شاء الله.